ايش اخر فيلم خليجي كذا شفته؟ اخر فيلم كان بلال، فيلم بلال كعمل خليجي، وصراحه كان يعني ابداع بالصوره بالاصوات. صحيح. وانا عن نفسي اذا حتسالني يعني ممكن تسالني؟ لا 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 طيب. انا عن نفسي فيلم بركه يقابل بركه. بركه حلو كثير حلو، وفعلا نقل صوره مجتمعنا لكثير من الاشخاص ترى ما تعرف يعني مثلا اشياء معينه او تفاصيل معينه، فقد ايش فعلا شيء حلو انه الواحد يشوف هذه الاعمال الخليجيه. صحيح. اليوم طبعا مشاهدينا اصبحت السينما الخليجيه لها بصمه واضحه، ومشاركتها في الكثير من المهرجانات اصبحت بشكل اقوى واكثر وضوح. واليوم راح نتكلم في حلقتنا عن السينما الخليجيه للشباب، وكم تكون مفيده وباظهار المواهب الشابه ودعمهم، وهل يعني هذه المهرجانات اللي قاعد نشوفها كيف تساهم في دعم الشباب. كاميرا هو فيلم اماراتي يشارك في مهرجان دبي السينمائي عند فئه المهر الاماراتي الطويل. خلونا نشوف بعض المشاهد من الفيلم ونرجع نستكمل حوارنا مع مخرج الفيلم السيد عبد الله الجنيبي ومنتج الفيلم الدكتور فيصل علي موسى. خلونا نشوف. يلا. فكوني انتم من اللعبه هاي، انا هالكاميرا شغله بالي. شغلها يمكن فيها سامان والاشياء حلوه. حياكم الله، طبعا انا بصور لكم رحلتنا لليبل. عباس حميد جبار اللي بنقضي فيه الويكند. لازم نخبر الشرطه ونعطيهم الكاميرا. خلينا نكمل نشوف شو استوى بعدين كلمة. أنا ما أعرف أكمل الصراحة. الله الله، نرحب بمخرج فيلم كاميرا السيد عبد الله الجنيبي ومنتج الفيلم الدكتور فيصل علي موسى، ويسعد صباحكم. يسعد منورينا. حياكم الله. حياكم الله. بداية ألف مبروك على عمل كاميرا، ومبروك أيضا مشاركتكم في المهرجان. لو نتحدث بداية معك دكتور فيصل عن فرصة ربحكم لعمل كاميرا إن شاء الله في المهرجان، وكمان عن أهمية مشاركتكم في مهرجان دبي. أول شيء شكرا على استضافتنا وإعطانا الفرصة هذه لشرح مشروعنا الجديد أو فيلمنا الجديد. طبعا فرصة نجاحنا في الفوز في جائزة المهر تعتمد على عدة عوامل، تعتمد على قوة الإنتاج، تعتمد على طريقة التصوير، تعتمد على الممثلين، على فكرة الفيلم. كل هاي العوامل احنا نتوقع ان نفوز في الجائزه ان شاء الله. احنا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. عبد الله، لو نتكلم عن الفيلم، عن قصته، ظروف التنفيذ كيف كانت؟ الفيلم في البدايه كان مشروع بالنسبه لي خيالي، وانه يصل الى ارض الواقع كان محتاج الى صبر صبر والى تحقيق امنيه طالما نحن كسينمائيين كنا نتمناها، اللي هو بوجود داعم حقيقي، داعم يوفر لك كل سبل الانتاج اللي تقدر في الاخير تطلع فيه بمنتج قوي مثل هذا المنتج. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعواتنا وتوفقنا بوجود الدكتور فيصل وانتج لنا هذا الفيلم، واسسنا شركه كامله لانتاج هذا الفيلم ولانتاج افلام كثيره ان شاء الله باذن الله مستقبليا. هربت من سؤاله، ما فيلم قصه. احنا في اكشن وفي قصه. أيوة. يعني صعوبات القصه. اي الصعوبات يعني كنا نصور شهر 5 يعني كان الواحد فينا يطلع من الـ 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 يوم التصوير يروح البيت ما يدري هل هو دخل البيت ولا ما دخل البيت، لين ثاني يوم الصبح يشيلونه من الفراش علشان يروح يصور مره ثانيه. 21 يوم تصوير، كان ب 21 يوم الم وتعب، ولكن الحمد لله رب العالمين النتيجه كانت. احنا قاعدين نشوف ان الصوره حقيقه يعني مميزه، ولكن لو نتكلم عن القصه عبد الله، القصة واضح انه في يعني اجواء بوليسية بالموضوع. الفيلم كله عبارة عن جرس انذار مبكر. الله. سؤال
موجه إلى الشباب، إلى فئة الشباب بحكم أنه أنا أعتقد بالنسبة لي أنهم الشريحة الآن المستهدفة، المفترض أن تكون المستهدفة لكل جهاتنا الإعلامية. نعم. يا شاب، هل أنت مستعد أنك إذا طحت في أزمة أو في موقف صعب تستطيع أنك أنت تنجو بنفسك؟ الآن نحن كحكومة كدولة موفرت لنا اللي هي سالفة الخدمة الوطنية. أيوه. تعالوا يا شباب خلصوا الثانوية أو خلصوا الجامعة وادخلوا الخدمة الوطنية لمدة سنة كاملة، نهيئكم ونأهلكم لمستقبل بحيث أن إذا أي صعوبات تواجهكم تقدر تواجهوها. فهذا السؤال أنا حطيته، وحطيت المقارنة في الفيلم ما بين اثنين شباب، ما بين مجموعة من الشباب أدوا الخدمة الوطنية وكانوا مستعدين، ومجموعة ما أدوها وصار فيهم الموقف. الله. وهذه كانت فكرة لا لا لا، لازم نشوف إن شاء الله قريب بحول الله. ودكتور فيصل، يعني أهمية المشاركة، يعني أنا عارف أنت منتج وداعم لهذا الفيلم، وقد إيش شفت أول حاجة ردة فعل يمكن في المهرجان المشاركة هذه، وقد إيش مهم إنه زي كده يقدموا أعمالهم للمهرجانات، وقد إيش تشوف المنتج هذه فرصة إنه يشوف كمان أعمال جديدة لفنانين لأعمال خليجية خاصة. يعني احنا طبعا بعد ما حضرنا افتتاح مهرجان دبي السينمائي وعرض الفيلم في المهرجان لمدة يومين، كان يوم الخميس ويوم السبت في سينما فوكس، وحضور كثير من الصحفيين والناقدين والممثلين، الحمد لله كانت يعني الردود الأفعال من الناس كانت فوق المتوقع. يعني أنا ما كنت أتخيل لأن الناس متشوقين أن يشوفون الفيلم لهالدرجة هذه. فتبغين صراحة كنت وايد مبسوط. أتوقع في المستقبل يعني أن إحنا نبغي نعمل نوع من الصناعة السينمائية في الإمارات، ونوصل فيها مش فقط إلى الوطن العربي، نوصل فيها إلى العالمية. المفروض لأنه إحنا محتاجين نوصل ثقافتنا وحضارتنا برا، يعني ونحن قادرين على فكرة. بالضبط. عندنا الرسائل كثيرة نبغي نوصلها للمشاهد الخليجي والمشاهد العربي والمشاهد العالمي. الإمارات اليوم أرض خصبة، يعني فيها كل شيء متوفر عندنا. عندنا أفضل تقنيات تصوير، عندنا أفضل الاستوديوهات، عندنا أفضل الممثلين، عندنا الدعم المالي والقدرة المالية. صحيح. يمكن موضوع الدعم المادي، وبسأل عبد الله موضوع الإنتاج بالسينما، احنا نشوف مثلا الأعمال الخليجية كمسلسلات موجودة وتصرف عليها أرقام خيالية، ليش لحد الحين المنتج ما عنده هذه الجرأة في السينما؟ السينما اندستري، صناعة. ودائما مشكلة الصناعة إن مرتبطة بمدى إقبال المستهلك على المنتج. يمكن لما تروح تقول الهند بوليوود، المنتج موجه إلى 100 مليون، وصلوا الآن إلى بليون شخص، فبالتالي في مردود. مشكلتنا نحن في العالم العربي كانت السينما إقليمية لها علاقة بالمحيط الجغرافي، يعني فيلم مصري للمصريين، فيلم تونسي للتوانسة، فيلم إماراتي للإماراتيين. أنا أعتقد الحل الأمثل أن نرجع إلى مرة ثانية إلى أمجاد الفيلم العربي. صحيح. إلى الرسالة اللي شافها من 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 اليمن إلى العراق إلى لليوم قاعدين نشوف 100%. فخلونا نطلع من إطار الجغرافيا اللي هي موحد، اللي هي مفرقتنا، وخلينا نروح إلى الإطار الاجتماعي النفسي الدرامي الإثاري اللي ممكن يوحدنا. جميل. احنا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. الفيلم متى ان شاء الله يعني يكون في 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 دور السينما؟ احنا نتوقع ان شاء الله بدايه شهر 1. نعم. لحد الان ما حددنا الوقت النهائي للفيلم، لكن اكيد بيكون بشهر 1 سنه 2020. ايش تعودون ان شاء الله المشاهدين اللي راح يعني اللي منتظرين هذا الفيلم اللي راح يروحون للسينما؟ انا بالنسبه لي أنت المخرج بعد أنت اللي أنا بالنسبة لي أقول لهم ترى على فكرة جيتكم للسينما علشان تشوفون الفيلم غالي كثير علينا، فبالتالي نحن نقدم لكم أيضا منتج غالي جدا لبعد الحدود. طيب بما أنه المنتج معانا، بس شغلة سريعة، في كاميرا 2 خلينا نضمن. احنا عندنا افكار كثيره غير كاميرا 2، في انت عندنا خطه لخمس سنوات قدام، وافكار فيها رسائل ايجابيه للمجتمع. ان شاء الله. سعيدين بوجودكم معنا اليوم، شرفتونا ونورتونا، وان شاء الله يا رب التوفيق والنجاح لفيلمكم ولكل اعمالكم. يا رب نستضيفكم ونتكلم عن الفوز ان شاء الله. الله يحفظك. نتشرف نتشرف. شكرا جزيلا. الى دانا وفقره جرايد. يلا. يسعد صباحك يا يسعد صباحك يا رب يا دانا. خلاص انا قررت امثل.
خلاص خلاص قرار خلاص. ما بدنا نخسرك هون. صوفية صوفية محتاجة تغير جو. بتعرفي بعيدا عن التمثيل بيقول لك انه كثير مهم الانسان اللي اي حدا بيشتغل بمجال الاعلام